الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. كان الحديث بالاستفادة من دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله عليه المعروف بدعاء مكارم الأخلاق، وهذه الفقرات التي تلوتها تقدم سابقا بعض الحديث حول الفقرتين الأوليين، والآن أقدم بعض الحديث حول الفقرة الثالثة. واكفني ما يشغلني الاهتمام به، الله استجاب هذا الدعاء، واستعملني بما تسألني غدا عنه. بعد ذلك إلهي أنت وفقني، أنت استعملني. الإنسان هو يعمل الخير أو الشر، الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب. استعملني باب الاستفعال، الأصل في باب الاستفعال الطلب أو ما يكون نتيجة الطلب من الحمل عليه. مثلا فد واحد ما عنده شغل لأنه ما عنده، شخص آخر يحرضه يشجعه على العمل على الشغل على الاكتساب، قد يكون لا يعطيه المال ليذهب ويكتسب. كلاهما استعمال، يعني نوعه واستعملني بما تسألني غدا عنه. إلهي أنت هيئ الأسباب لي حتى أنا أعمل أشتغل أمارس الأمور التي غدا تسألني عنها. بعد هذا ما تقدم سابقا، بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يرتب بعض الأمور المتأخرة على بعض الأمور المتقدمة في التدرج الطبيعي. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. استفرغ كما تقدم لعله مكررا ويذكر ذلك في علم الصرف، أنه الاستفعال كثيرا ما في القرآن، كثير أيضا نماذج لهذا المطلب. الاستفعال كثيرا ما يأتي بمعنى الثلاثي المجرد، يعني إلهي أنت تولى هذا الأمر بالتوفيق بأمثال ذلك، حتى أيامي تكون مفرغة كالإناء. هذا استخدام للأمر المعنوي، نوع من المجاز. الإناء عندما يفرغ يكفأ لا يبقى فيه شيء، إناء فيه ماء أو طعام أو ذهب أو فضة أو أي شيء، إذا أفرغ قلب ما يبقى فيه شيء. إلهي أنت تولى إفراغ أيامي، كل ما في طاقتي في عقلي في فهمي في قدرتي من الأمور المختلفة في الدنيا فرغها الأيام، فرغها في أي شيء؟ فيما خلقتني له. أي فرق بين هذه الفقرة والفقرة السابقة؟ يبدو للنظر مضافا إلى ظهور أن الفقرة الثالثة مو تكرار للفقرة الثانية، ومضافا إلى أن خصوص الواو كما يقول أهل الأدب له ظهور
على الحرف حرف العطف له ظهور في الاثنينية. إذا واحد قال جاء زيد وابن عامر، واو له ظهور في أن ابن عامر غير زيد، مو هو نفس زيد، له كنية كنيته ابن عامر. نعم مجازا قد يستعمل، أما الأصل الأولي في الواو عطف الغير على الغير. واستفرغ، هذا دعاء آخر، سؤال آخر، مطلب آخر. ما تسألني عنه يبدو للنظر أنه الواجبات والمحرمات، لأن في غير الواجبات والمحرمات السؤال ما، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لماذا لا يقال؟ عقاب ماكو، ممكن سؤال عتاب يكون، ولكن ما خلقتني له أعم من الواجب والحرام ومن غيره. يعني إلهي خلقتني في هذه الدنيا، يعني أصلي مضمون المستفاد لك. إلهي خلقتني في هذه الدنيا لماذا؟ هل لي أصرف أيامي كلها في نفس ذلك الشيء، في نفس ما خلقتني؟ الله خلقنا في الدنيا للأكل؟ لا، المهدف خلق الشغل؟ لا، للزواج؟ لا، مو الهدف للسكنة، لللباس، للعب واحد يلبس، للتنزه، مو هدف. صريح الآية الكريمة لعل معظمكم كلكم تحفظون هذه الآية في غير ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. كل هدف الله قال إلهي فرغ أيامي فيها، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. باعتبار المجلس مجلس العلم وأهل العلم والعلماء والخطباء، أكو مسألة شرعية، وهي أنه المعروف بين الفقهاء حتى في الرسائل العملية موجودة هذه المسألة، وفي الكتب المفصلة كالحدائق والجوائع والسنة وغير ذلك استدلال موجود هذه المسألة، وهي المعروف بين الفقهاء أن الأمر بالواجب والنهي عن الحرام واجب، والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب. هذا المعروف رسالة عملية، لكن هنا أكفت بحث علمي ونقاش لجمهر من أعاظم الفقهاء قديما وحديثا حتى في عصرنا، ومما أتذكر أنه ذكر هذه المسألة، وممن أتذكر أنه ذكر هذه المسألة وأبدأ هذا التشكيك في هذا الأمر المعروف المفهوم، سيد أحمد الخنصاري رضوان الله عليه في كتابه الفقهي الاستدلالي جامع المدارك، وغيره أيضا ممن تقدم عليه، وهو أنه الأمر بالشاهد فيما خلقتني له، الأمر بالواجب المستحب والنهي عن المكروه قسمان، قد يكون لوصول الأحكام المستحبة والمكروهة إلى الناس، هذا شبهة وجوب أكله، ليش مستحب هذا؟ المستحب الله جعله غير لازم على العباد الإتيان به، أما هذا حكم من أحكام الله أم لا؟ أحكام الله يجب أن تصل إلى عباد الله، قد يكون هكذا قد يكون لا، إذا مو من هذا القبيل، يعني إذا شخص يعرف أن صلاة الليل مستحبة، شخص يعرف أنه إذا صافح مع أخيه المؤمن يستحب أن لا يبتدئ بسحب يده، ولكن ما لخلق يسحب يده، تأمرونه بهذا المستحب، هذا مستحب. أما الناس اللي ما يدرون هذا المستحب صلاة الليل، لعل الكثير يعرفون أنه من المستحب. مع احترامي لكم جميعا،
هناك الكثير والكثير من المتدينين من المتقين، كثير من المستحبات والمكروهات ما يعرف، ولو كان يعرفها وما كان يأتي بذلك المستحب تلك المستحبات أو ينتهي عن تلك المكروهات. هذا بحث علمي أنتم بالمستقبل، لاحظوا هذا البحث. أنا ما أريد أبحث هذه المسألة كمسألة فقهية، ولكن أنا أميل إلى هذا الرأي تبعا لجمهر ممن طرحوا هذه المسألة وذكروا هذا الرأي. مو بعيد هذا الكلام، بل له أدلته. بس إذا تشوفون في الكتاب اللي يعني ما أتذكر في الجواهر موجود هذا البحث ومو موجود، ما أتذكر الآن، ولكن اللي ببالي أنه في جامع المدارك موجود، وإن كان يذكره احتمالا، أما احتمالا وميلا وإشكالا على ذلك الرأي الذي هو معروف. ويمكن الجمع بين الرأيين بأن المعروف غير هذا المورد، الأمر بالمستحب مستحب، والنهي عن المكروه مستحب، هذا في غير هذا المورد، في غير وصول الأحكام أحكام الله إلى عباد الله. إذا هالشكل صار، حتى هذا صار واجب، ويحتاج الإنسان يدقق في وظيفته وتكليفه، وأنه ماذا يجب عليه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني. أنا باعتبار أنكم تعرفون هذه الأمور، ولذا لا أتوسع في هذا المطلب بالذات، إنما أذكر بعض النماذج الواردة في الروايات المعتبرة بالنسبة للأحكام الإلزامية. يعني الإنسان قد يواجه الإلزام، هذا بحاجة إلى دليل معتبر حتى يثبت هذا الإلزام. قد يكون لا الإصطلاح العلمي إلا اقتضائيات، هذا بحث مقام التسامح، البحث الموجود في التسامح. ولذا أؤكد على أن الروايات معتبرة، لأجل أن مسألة ظاهر الروايات إلزامية، والرواية معتبرة سندا ومعتبرة ظهورا، يعني المتن والسند. رواية أكوس معتبرا بزنطي عن بعض رجاله، هاتان روايتان أنا أنقلهما من الكافي، يعني رأيتهما في الكافي بسندين معتبرين، عن بعض رجاله ليس مجهول، ولكن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر إجماع الطائفة على العمل بما رواه البزنطي عمن كان إلا ما خرج بدليل. ثلاثة أشخاص: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه الصلاة والسلام، محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وصفوان بن مهران الجمل، كلاهما ثقتان. فصفوان بن يحيى نقل إجماع الفقهاء على العمل بروايات هذا، غير أصحاب الإجماع، ذاك بحث آخر لأوسع من هؤلاء الثلاثة. إجماع خاص في هؤلاء الثلاثة، أحدهم البزنطي يروي هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لاحظوا عبارة الرواية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة شنو؟ معنى واسع للعبادة. هذه الرواية تقول أفضل العبادة، والرواية معتبرة. في بعض الروايات أكو أفضل العبادة مكرر، أكو في روايات غير معتبرة سندا. إذا مو معتبرة سندا، والفقهاء لم يستفيدوا الوجوب حتى يكون جبرا للسند والمتن، هذا يحمل على الاستحباب. أما هنا والسند معتبر، والتعبير بأفضل في مقام التزاحم يجعل هذا مقدما.
أفضل العبادة إدمان، دققوا في كلمة إدمان، إدمان التفكر في الله وفي قدرته. أفضل العبادة إدمان، إدمان يعني مداومة، يعني على طول، يعني باستمرار، التفكر في الله وفي قدرة الله، أمران. ليس قطعا المراد بالتفكر في الله التفكر في ذات الله، لأنه مضافا، لأنه منهي عنه ومحرم على الظاهر ولعله المشهور. الإنسان لا يصل إلى نتيجة التفكر في ذات الله، لا يصل الإنسان إلا ظلاما في ظلام. الإنسان المحاط لا يحيط بالمحيط. الأمثلة المادية يمكن لتقريب النظر، إناء ظرف، داخل هذا الإناء كم سنتيمتر مربع، خارج هذا الإناء كم سنتيمتر مربع، يقينا داخل الإناء سنتيمترات المربعة أقل من خارج الإناء. هل يمكن أن يحيط الداخل الإناء بخارج الإناء؟ مو المحاط لا يحيط بالمحيط قطعا، هذا مو مراد. المراد التفكر في الله، التفكر في صفات الله، صفاته السلبية، صفاته السلبية، في عظمة الله، هذا عام، وفي قدرته ذكر خاص بعد عام. الإنسان جدا ضعيف، جدا ضعيف، ولكن لا يشعر بضعفه، فيتكبر ويترك واجب ويترك حرام ويستهين بالأحكام، مثل على اختلاف الناس ومراتب. أما إذا استمر استمرار إدمان، مو أفضل العبادة التفكر، إدمان استمرار، إذا على طول باستمرار الإنسان تفكر في الله وتفكر في قدرة الله، كي يشعر على طول باستمرار، يشعر بضآلة نفسه، بضعف نفسه. إذا شعر بهذا، هذا منتهى مراتب أن يقع الإنسان في طريق إتيان تكاليفه، في طريق إتيان واجباته. بهذه النسبة من معرفة الله، لما أوتي كل إنسان من طاقة في هذا المجال. الإنسان الذي يستهين بصلاة الصبح، إذا قعد يصلي أما قعدها ميهن، هذا الصدق ميت جدا، لا يعرف الله ولا يعرف، وإلا لم يكن ليه. الإنسان الذي يجلس أمام شخص في مرجع تقليد، ما يدري هذا مرجع، إذا يسألون منه مسألة ربما بسرعة يجاوبه. أما إذا قدامه مرجع تقليد قاعد متخصص في المسائل الشرعية، إذا يسألون منه مسألة إما ما لا يجيب، وإذا أجاب يدقق في كلماته، يعني هذا متخصص. الإنسان أمام الطبيب المتخصص، إذا سئل عن هذا الشخص مقابل في الطبيب المتخصص عن مسألة طبية بسرعة يجيب، يعني يعرف هذا، يحترم علم هذا الشخص. الله سبحانه وتعالى موجود على طول، قيوم قائم على طول، يعني هذه الجلسة بمحضر الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات، هذا السمع، هؤلاء الأشخاص، الله مهيمن قيوم. إذا الإنسان أدمن يعني هي لقن نفسه. أنا عندما أتكلم، والخطيب عندما يخطب على المنبر، والمدرس عندما يدرس، إذا هي باستمرار لقن نفسه التفكر في الله وفي قدرته، أكيد يتغير تعبيرات، أكيد يتغير كلمات، أكيد يتغير وضعه. عديد منكم خطباء أكيد تعرفون هذا الشيء. أحد الخطباء كان يقول:
مو بعيد على الجميع إلا في استثناء إلى آخر. يقول كنت محضر في المجلس أقرأ، صعدت المنبر بس قرأت المقدمة، مرة دخل أستاذي خطيب لي أستاذي، كل برنامج اللي كنت مفكر فيه اخترب. ليش اخترب؟ ليش اخترب؟ المرحوم والدي رحمه الله خطيب اللي الآن هم موجود، أنا كنت عند المرحوم الوالد، هذا إجا قال للوالد أنا يشرفني أنتم تحضرون المجلس اللي أنا أقرأه، بس حاولوا تجون في وقت القراءة وقت التعدد. ليش؟ نرجع تقليد يدخل مجلس خطيب، هذا صدق جيد. ليش هسه؟ هذا بصراحة قال من الممكن، هذا أيضا فكره بعض آخر، ولكن يستحيل هذا. ليش هذا؟ يعني هذا يريد يقرأ في حديث شريف، يريد يفسر حديث، يريد ينقل تاريخ، دايد ناقص قليل كثير. إذا هذا موجود حتى إذا ما يعاتبه، حتى بعدين إذا ميت ما يقدر يحكي. إدمان التفكر في الله صدق يغير وضعه بنفس النسبة، يغير وضعه. وفي قدرته في الروايات العديدة، في الروايات لعلها متواترة، ما أدري أكيد شايفين، ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، إذا بهذا اللفظ أو مع هذا المعنى. ما أدري بهاي اللفظة موجودة في الرواية، الضربة الوثقى موجودة على التعب، الصلاة عمود الدين، أول ما يسأل العبد عن الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها، إن قبلت قبل ما سواها. وما في الصلاة من الرواية، منو قايل هذه الرواية؟ أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نفس الأئمة قالوا ليس في العبد. ليش؟ هذا نفس مسألة التزاحم، تزاحم للفقهاء يطرحون مسألة ليس في العبادة بكثرة الصلاة وكثرة الصوم وروايات الواجب والصوم. لا، الواجب اشكال مولي، يعني الانسان اذا دار امره يفكر، يدمر التفكر في الله وفي قدرته، او يصلي صلاة مستحبة. الصلاة عبادة، اما هذا افضل العبادة. طبعا ادمان التفكر في الله وفي قدرته وقت لا يأخذ وقت من الإنسان، وقت كثير ما يأخذ، تركيز يريد، يحتاج إلى التفات. إدمان إذا صار شيئا فشيئا يصير ملك، بعد ما يحتاج إلى إلفات، يلفت نفسه، ما يحتاج إلى التفات، تماما مثل الملكات الموجودة في الإنسان أمام العظماء. هذه الملكة هي التي تخلي يلاحظ في الحلم. هذه فد رواية، اللي رواية معتبرة. رواية أخرى معتبرة في نفس هذا المجال، إن أشد العبادة الورع، واستفرغ أيامي فيما خلقت. الله خلق الجنة حتى عباده المتقون هناك ينعمون بالنعم المادية والمعنوية، أكشر غير ذلك. أما لم يخلق الدنيا لهذه، هذه الأمور اختبار ومقدمات وجود. الأكل شنو؟ الأكل والشرب وغير ذلك، مثال الأكل والشرب، الأكل وغير الأكل من مختلف الممارسات البدنية واللذات البدنية، لذات الحواس، إما اختبار
أو مقدمة وجود الإنسان يأكل يشرب إذا ما يأكل يشرب ما يقدر يدرس ما يقدر يدرس ما يقدر يصعد منبر ما يقدر يعظ الناس ما يقدر يقرأ ما يقدر لا يستطيع على المطالعة لا يستطيع على الكتابة لا يستطيع على الهداية هذا مقدمة وجود أو اختبار إذا مو مقدمة وجود اختبار وإن كان مقدمة الوجود أيضا اختبار حتى لا يفرط الإنسان ولا يفرط أحد العلماء الشيطان دائما يخلي الإنسان إما في الإفراط أو في التفريط الإنسان المستعد للمعاصي يشجع على المعاصي الإنسان المتقي يوسوس له حتى يترك الطاعة حتى يترك يترك مقدمات الوجود المؤدي إلى الطاعة فالعالم كان توفي رحمة الله عليه أنا مكرم أنك مستفيد من محاضرتي عالم محقق كبير يعني كبير في العلم هذا في الوقت الذي كان ينبغي أن يستفاد من طرم مرض كان يمنعه من معظم الاستفادة منه كان يدرس بعد ما كان يقدر يدرس كان يحكي أن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى فالطفوا في حاجتي الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول للأصحاب هذه حاجتي فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم اللطف بمعنى الدفء الإنسان إذا عنده حاجة يريد يسافر إلى زيارة الأئمة عليهم الصلاة يريد يسافر إلى الحج حاجته هذا يريد هذا الشيء شلون يلطف يعني يدقق يشوف بأي طريق يروح ويا من يروح الموانع شلون يرفعها يترك أعماله يترك أشغاله يتحمل المشاق والمشكلات حتى حاجة هذا اللي يريده يحقق يسويه الله على محمد وعلى